السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتي كان فيديو عن إنك تشتركوا في القناة أنا أسئلة 100 مشترك واضغط لايك أنا أسئلة أكبر عدد من اللايكات في الفيديو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اتنين نزلوا السلة في بنك واحد زويها إيدهم بذاتكم كوباية. شوف كل بنزل إزاي كل كوباية بتنزل في الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل إزاي. عن واحدة بيه راح كل ناس راح كل ناس مع بعض دي بيلف الأسهم بيعمل عرض بس لف اللي فوق بعد كده هيلف اللي تحت. لفهم ازاي؟ بص هيعمل عربية ونلفهم ونقفهم من جهة البلياردو حتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه واقفة. بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش روحت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه. هتلاقي دي نوع من اللزق جامد. تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه تشال. بعد كده هيشيلها ميه هتنزل ايه تاني. بعد كده هيحطها تاني بدل ما تغير البرميل ولا أي حاجة. لأ تجيب لزق وتلزق دي بلون العمارة. شوف ازاي واقف على الحبل وسط بيزق الحبل وهو بيعمل مش بيحرك ايديه نعمل بيدي كده رايح جاي. لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيروح طاير بالحبل يقوم ده من التاني بيحطه تحت المصنع في الشفاير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الأرض ويتزعف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوفها مبسوط ازاي الآلة ديت. بص هو كان في أي كسر دي تزحلق على الماء يفقع معايا عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض دي بيفتح حتة الرفيعة بيفتحها بيقطع حتة رفيعة خالص. شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع كلهم بس واحد. دي برضه نوع من اللزق اللي بيلمع المية بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصل المية بتدف خرسانة كمان وصلها وركبت في أي حاجة بس تلاقي دي نوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حطه تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي ماسورة مكسورة بيجيب اللازم دي ويلف من حواليها. دي بيقطع عامل زي سلايم سلايم. بص عامل ازاي وواحد عايز الناس يلعب فيه. دي برضه بيقطع حاجة فاكهة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال يقطع فيه دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعت التفخيم وكده تزيين العربيات. دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص لازم برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن يقطع حتة غلط تطلع يعملها من أول جديد. لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده. انت مثلا عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس ايه دي بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي بتنسفه بتنسفه بتنسفه. بص بيطلع كمان دي بتنضف الأسمنت. بص إلكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول ولا جابه من هو جاي. دي برضه بيطلع حتة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطعها وعمال يقطع تلاقي نوع من الخشب دي خشب 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 في خشب. دي برضه تقتل الفحار تتم بصنع منه جلة يصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وهو جاي يمسكوا حاجة حادة اللي هما جاي يرسموا عليها يجيبوا يمسكوا حاجة حادة. بص جاب موسى عشان ينعمها بإيديه هيبدأ بقى يعمل رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم. دي بنعينها وخليها جامعة. دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت بيتوسخ. شوف كده بقولك ازاي اللزقة بتعمل. بص حط اللزقة ولكن في أي حاجة. بص دي بدل ما تغير التانك ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة ولا يحصل أي حاجة. اه بص دي ورينا برضه دي برضه يمكن نظام زي الطهي اللون اللون من المبنى وانا مش عايز اتلون وكده.
دي برضه بيصنع خشب ديكور، برسم ديكور بيبنيها يدوي مش آلي، فيها أشكال بتعمل بالآلة بس دي يدوي. دي لون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاخد الصفة ولا حاجة؟ وين دي بقى؟ دي شوفوها بيمشي على إيه؟ جبل في حبل وبيمشي، بيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجع ممكن بقى يموت، هو واحد يبقى عايش لك وانت هيمشي. ايه دي يا ابني؟ في برضه بتاعهم الكعك اللي بتاعهم، واو عمال يقطعهم. في برضه النحاس لون الفرق اللون، في بتاع البنات وكده، بتاع البنات شوفي بتشيل حاجة جامدين من جواها، تلاقي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاع تلفت أي حاجة، لف السجاد وكده دي بتكون جواها. بيقطع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية، سكينة ملتوية. بص عمال يقطعها، ده بقى بأكبر مادة ملونها، ملون اتنين فخار. شوف المشهد الأول اللي كمان يعمل فيه في الآخر عامل الخيزران، بيقطع الخيزران مش عارف بقى بتستخدم فيه في علاج أو في طهي أو بتستخدمه في حاجة. الخيزران ده شوف السكينة حامية ازاي، النحاس بيستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بيستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع طهي، الطهي ده بيصنع وقت وحاجات بقى من بين ده وحاجات عرفات وبرنات الحمد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، لان دي سنايبر كمان. شوف دي ورق، دي ورق دي قطع. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري له حلقة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه نوع من التمارين، برضه نوع من التمارين عشان يقدر نكلب زي الفار كده، دي الفار بدون ما يعمل. واو دي برضه ملزق سبحة ملزقة أشكال بتاعت رمضان فانوس أي حاجة. عمال يعمل عمل دبدوب في الآخر. واو دي نوع برضه من الزيت، بس دي زيت ناشف، والنوع برضه من باع طهي ولا أي حاجة، دي زيت ناشف برضه. وعمال يعمل شوف دي برضه عامل زي النوع برضه من الأكل، وعلى عايز واحدة زي دي يروح وكلها على طول وينسى اللي حصل.